بسم الله، ممكن يكون عندي أرضية أو حيطة وعايز أرسم عليها ميكي ماوس، عايز أرسم عليها نجوم، اللي هي أي حاجة أنت عايز ترسمها، وعايز تدي طبعا كذا ماتيريال للحاجة ديت أو كذا لون. فبدل ما تقعد ترسم كذا حيطة، لا، في طريقة إن أنت ترسم حيطة واحدة وتظبط تظبطها كبارتس أو مثلا فلور. خلينا نجرب فلور لأن إحنا جربنا الحاجة كذا مرة. هاجي هنا أقول له اعملها لي بارتس، تمام. طيب، هي لما تعمل بارتس ممكن اتحكم فيها تحكم اخر، ان انا اقول له انا عايز شو شيب هاندلز، بحيث ان هو يوريني المقاود، بحيث ان كل طبقة من الارضية اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز بالشكل دوت. طيب، خلينا ناخد طبقة فيهم واقول له ديفايد بارتس، وابدأ بقى ارسم اللي انا عايزه. اقول له اديت سكتش واقول له مثلا ارسم لي هلال هنا، هبدأ بقى ارسم بعض الاشكال كده الهندسية، وليكن مثلا الشكل كده بالطريقة ديت. ممكن بقى ترسم ورق شجر، ترسم اي حاجة انت عايزها، تقول له اوكي. طيب، كل واحدة من دول ممكن تيجي هنا وتقول له بعد كده، هنا بيقول لي ماتيريال باي اوريجينال، يعني خلي الماتيريال زي الفلور الاساسي اللي احنا كنا شغالين عليها. هقول له لا، انا هختار، انا واجي هنا تقول له مثلا عايز الماتيريال ديت، وتيجي على دي تقول له لا، ده انا عايز ماتيريال تانية، وتقعد بقى تختار في لون زحلوقي حلو قوي، وفي لون زحلوقي برضو اجمل. فانت تبدأ تختار الالوان اللي انت عايزها، تقدر تختار الماتيريال اللي انت عايزها، تمام. ممكن بعد كده تقول له انا عايز رياليستيك، تبدأ تعمل ريندر، تلاقي الالوان بدأت تظهر معاك، تمام. كده انت بدأت ترسم، وفي نفس الوقت ما قعدتش وقت كتير في ان انت ترسم كذا فلور. يعني المفروض كنت الاول كنت ترسم فلور دي لوحديها والفلور دي لوحديها، لا، بقت سهلة جدا ترسم فيها اللي انت عايزه وتديها الماتيريال اللي انت عايزه.